هو كاع الناس اللي خارجين معنا ويندمجوا معنا، كاينين الخبراء كاينين الناس اللي عندهم حلول رائعه، وكل واحد ما يبقاش يعاني المعاناه الكبيره، وغادي يدخلوا اغلبيه ديال الناس ديالنا كلهم غياخذوا الدعم ان شاء الله. عقلوا على الكلمه، لان كلهم غنأهلوا. اللي عنده لا سي اس اس واللي عنده الضرائب ولا عنده شي حاجه من هذا القبيل ان شاء الله غنجدوا له الحلول، ماشي بحال اللي كتبوا على الناس عام ونص قالوا لهم في الصحراء راه غنخلصوا. هذا اللقاء هذا كيدخل يندرج في اطار يعني مجموعة نقاشات فتحناها من اجل تداول الموضوع ديال الدعم العمومي اللي غتخصو الدولة لقطاع الصحافة. وطبيعة الحال كانت هناك بعض الامور اللي هي ايجابية وبعض الامور اللي هي سلبية، ماشي سلبية نقولوا ما تترقاش الطموحات ديالنا، مازال نطمح الى 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 اكثر من الامور ديال التسهيلات. الان بعلة هذا القانون هذا كنعتبره انه خطوه الى الامام وليس بالمقارنه مع القانون السابق. فهذا القانون على الاقل اصبح الصحافه الالكترونيه اصبحت عندها حق في الكتله ديال الانتاج بعد ما كانت في القانون الصحافه ديال الدعم الفارط اللي هو المرسوم 2/18/136 كان حارمنا، ما عندناش كلفه ديال الانتاج، يلا عندنا الكلفه ديال الاجور، كتلة الاجور و ليبرجمون. وبالله عليك ليبرجمون واش هي اشكاليه ديال الدعم؟ يعني عطي 800 درهم ولا درهم واش اشكاليه؟ حنا عطوها لهم خليونا عليهم. فبالتالي هذا القانون اللي جا دابا الان نصفنا سمى الدعم بالتسيير وفرقوا وضع لا المقاولات لا الالكترونيه ولا الورقيه مستوى واحد، كلهم غيتمتعوا بدعم ديال الانتاج والكلفه ديال الانتاج وكذلك الكلفه ديال الاجور. من جمله الامور كذلك اللي نعتبرها هي جيده في هذا القانون هذا وانها اللجنه اصبحت الدوله او القطاع الوصي هو اللي غيوزع الفلوس بيدو على القطاع على المهنيين وعلى المقاولات. سابقا كانت اللجنه كان ما يسمى بالاكثر تمثيليه فيها تقريبا 6 ولا 7 ديال الناس من نفس الهيئه، فالتوزيع هنا كان كيطالوا بعض التشويش، وهادشي ماشي كنقولوا حنا، اجي شار ليه المجلس الاعلى للحسابات، بالتالي الوزير انطلق من هذا المعطى على اساس المجلس الاعلى للحسابات اشار الى ان اللجنه ما يمكنش لها انها تكون حكم وخصم. وتخلقت لجنه اللي دار دابا الان من الممثلين ديال المصالح الخارجيه ديال الدوله، ممثلين ديال القطاع ديال الدوله، وزاره الاتصال، وزاره الثقافه، وزاره الداخليه، وزاره الماليه، فهادو قطاعات اللي غدا تساهم بطبيعه الحال توزع بواحد العدل بواحد الانصاف على الجميع. هو طعم يعني من خلال اكبر يعني اللي غيحصل على اكبر عدد في المجلس الوطني اللي كيمثل في الناشر في المجلس الوطني ودا الاغلبيه راه هو اللي غيكون متنا داخل هذه اللجنه هذه. فعلا لانه انا على حسب يعني هذا الشيء اللي خرج في القانون ديال الدعم العمومي يبدو لي ان السيد الوزير بحكم انه شاب فرعى فئه الشباب، لان القانون كما قلت الفارط ديال الدعم لم يراعي فئه الشباب. كيبقى لنا عندنا امل اخر وانه في تعديل القوانين اللي غتكون ديال قانون الصحافه يزيد ياخذ بعين الاعتبار الفئه ديال الشباب. ما كنقول فئه الشباب انا يعني بالمقاولات الصغرى والمقاولات المتوسطه، اما المقاولات الكبرى راح طبيعيا ان الانسان يضرب واحد الباع ديال الايام وديال التجارب وديال السنين عاد كيوصل لهذاك المستوى ديال المقاوله الوطنيه. ثلاثة ديال الصحفيين المقاولة الصغرى، أما هذا أبروبو ديال ثلاثة الصحفيين المقاولة الصغرى والكبيرة، أنا نعطيك واحد النقطة، سابقا شنو كان؟ سابقا شنو كان؟ كان سيدي الصحافة الوطنية المقاولة الكبرى، المقاولة الكبرى، كانت المقاولة الكبرى الله يجعلها منكم ختمة غير جوج، هي اللي عدة 600 وخرجها هي فقط، المقاولة الكبرى هي السمية. اختاروا 600 اللي كتشوفوا دابا في الجرائد المعروفه. نحللوا 20 عقل ماشي هو عقل، 50 عقل ماشي هو واحد بوحدو مسكين كيكمل كيقول الضرائب وهاد الاساسات اللي غادي نفقع. حنا غادي نستطعوا وعندنا افكار، عندنا افكار اللي ديال العصر ديال الجيل ديال الاحتكاك ديال التجربه ماشي مقطرين من السقف. لهذا تكلمت على ان هذا القانون اللي جا جديد
قانون في صالحنا احسن من الاخر، في صالحنا لانه احسن من الاخر. حنا ما كرهناش مشروع التدرج، ماذا بنا الوزير سمع هذه الكلمه والتقطها، دعم التدرج وتوضع له شروط، نوقف انزال المقاوله مزيان. ولكن مادام ما كاينش دعم التدرج وان الوزير قال هذا الجزء يعني، فحنا غنقوموا بالباقيه. حنا اللي غنديروا دعم داخلنا بالتدرج، وغنوقفوا جميع المقاولات تاع يعني، ماشي بغينا حنا نبانوا ولا اكثر فهمتي ليا ولا نصوروا حنا حق راهو عليه. بغينا نحلوا المشاكل، حلوا المشاكل، من حلوا المشاكل غادي يحطوا الصوات وخرجوا الدوله.